شكرا. على قلت قدام الأمر إنه إيناس هي اكتشفت تخاب الفيديو مقابل قلت إيناس هي اللي حررت القدس. إذا أنت هذا معتبرته إنجاز فأني لا. أنت ليش تتعاملني بهذا الأسلوب؟ إيش بيه هذا الأسلوب؟ مو أنا بحسه ناشف شوية؟ إذا غيري كان يعاملك برقة وحنية ويتعاطف وياك كأنسة، أنا ما عندي هذا الشيء.